أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، بالأمل تستمر الحياة، الأمل تقدر تكسر كل القيود وتتحدى كل الأعقاد. صديقتنا الجميلة رغم بدرها الثقيلة تعيش حياة سعيدة، حياة كلها أمل وسرور على تخطي الإعاقة ومواجهة كل صعب. صديقتنا الجميلة على ساق واحدة تمارس حياتها اليومية بكل شجاعة، ثقتها بنفسها كان أكبر دافع ليها لتخطي الأعاقة ومواجهة كل صعب. صديقتنا الجميلة بقوة إرادتها وعزيمتها قدرت تحول الأعاقة لطاقة واليأس لأمل والفشل لنجاح.